وافق مجلس الشورى خلال جلسته برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، حيث رأت اللجنة أهمية إقرار مشروع القانون في الوقت الراهن ليأخذ دوره ضمن التشريعات المحفزة للاقتصاد الوطني استكمالا لمنظومة التشريعات الاقتصادية من أجل المساهمة في تعزيز وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار من قبل الأشخاص والمنشآت الاقتصادية وزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة أنه يحقق قدرا من الحماية اللازمة للاقتصاد الوطني من الترتيبات المعيقة للمنافسة. هذا قانون مهم جدا لتطور القطاع التجاري وأيضا حماية المستهلك من أي يعني احتكار أو تأثير على الأسعار أو تأثير حتى على جودة المنتجات من خلال تكتلات معينة أو من خلال ترتيبات محددة تؤدي إلى الإضرار بالمنافسة، وهذا الحقيقة سوف ينقل أيضا الوضع الاقتصادي في البحرين إلى الأمام، لأن الآن يشجع الاستثمار، ونتمنى فعلا أن الآن يمر يعني يصدر من خلال المقام السامي لجلالة الملك المفدى، وبالتالي يكون موضع للتنفيذ. كان في بعض الملاحظات على بعض المواضع، ليست هناك مشكلة، التعديل إن شاء الله يأتي في الوصف في الفصل القادم لتحسينه أكثر وأكثر.